يا رب ارحم يا رب ارحم الحقيقة الله
انظر قيامة الأموات وحياة الضالات يا أمين. سلك الخصمان وخلق للخطأ الأمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب الخلق. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا. Be unto God.
صدرتنا وعدتنا وحفظتنا فبالدمع اليك اشفقت علينا وعطرتنا واتيت بنا الى هذه الساعه. Oh.
Oh,
لما علم خلص ان قسم منهم قسم الجمهور الاخر فريسيون صرف في المجمع يا رجال هو انا فريسي للفريسي على الرباط الى مدى الاموال انه حاكم. لما قال هذا حدثت منازعه بين الفريسيين وقسم الجمهور وانشقت جماعه لان صديقون يقولون ليس قياما ولا ملاك ولا روح واما الفريسيون فيقولون كل ذلك. فحدث صياح عظيم وبعضهم كتب قسم الفريسيون واتفقوا يخاصمون قليل لسنا شيئا رديا في هذا الانسان وان كان روح او ملاك فله فلا نحارب الا الله. فلما حدث منازعه كثيره اكتشف امير ان يمسكه بولس فامر العسكر ان ينزلوا ويقفون وسطهم وياتي به الى المعسكر. وفي الليله التاليه وقف به الرب وقال سب يا بولس لانك كما شاهدت بما لي في اورشليم هكذا المال انتشر في روما ايضا. فكانت الرب تنمو تزداد على زاد المقدس امين. لكل الصفوف السلام.
Amen.
ستيروخ بنورون تيرين يسوس مارسنوس بشيرة مفنون تيتون بنرشاني بيوفا بنوتي بي صاسي كيري صعبة شوية كانت منطقة صعبة كنا بنتحايل على حد يجي
يصلي معانا ما كانش فيه، لكن ربنا ينعم الخدمة وربنا يكون معاكم. أبونا مرقس وأبونا رفقيه وأبونا غبريال ربنا يحافظ عليهم ويكمل بيهم، ونشوف الخدمة منتشرة في كل أنحاء العالم. يحافظ عليكم. النهاردة بيتكلم ربنا بيقول إن في أنا أذهب أعد لكم منازل، بس أنا عايز أتكلم عن البيوت. في بيوت زارها السيد المسيح، هتكلم عن كم بيت كده، أربع بيوت مش عايزين نطول، أربع خمس بيوت كده زارها المسيح. ممكن حد يقول لي في بيت زار المسيح من خلال خدمتكم كده؟ حد بيته زار المسيح؟ المسيح لما كان هنا موجود في أورشليم زار كم بيت؟ زار يمكن حوالي 7-8 بيوت. ها؟ بيت العشار، برافو حلو، بيت زكا العشار. في حد بيت تاني؟ بيت حماد سمعان بطرس برضه، ماشي حلو. مريم ومارسة، برافو، طيب حلو. بيت سمعان الفريسي، بيت سمعان الفريسي زاروا السيد المسيح، مش كده؟ أنا عايز أقول برضه، إحنا هل بيتنا بيزور المسيح؟ هل البيت اللي إحنا فيه بيكون فيه الأسرة الصغيرة بيزور المسيح ولا لا؟ هل الكتاب المقدس بتاعنا مفتوح دايما وبنقرا فيه ونصلي نسمع صوت ربنا فيه ولا لا؟ بيت سمعان لما زار السيد المسيح هناك تقابل مع المرأة الخاطئة، مش كده؟ ولما تقابل مع المرأة الخاطئة سمعت منه كلمة جميلة جدا، قال لها ايه؟ ها؟ مغفورة لك خطاياك. المقابلة الجميلة جدا اللي هي المنزل اللي على الأرض هنا هو اللي بنعد بيه وهنوصل بيه للسماء. استفادت ايضا المرأة بتوبتها ولم يستفد سمعان. في واحد ممكن يستفيد، واحد ما يستفدش. طبعا سمعان عزم السيد المسيح عبده في بيته، مش كده؟ ففي واحد ممكن يستفيد، واحد ما يستفدش. ايضا لما دخل بيت مريم ومرسى، مريم كانت مستفيدة بقعدتها تحت رجلين السيد المسيح، ومرسى كانت ايه؟ مشغولة. وبعدين حتى ان هي قاعدة مشغولة بحاجات كتيرة قالت لربنا كده يا رب لا يهمك امري. قال لها ايه؟ مرثا مرثا انت تهتمين الامور كثيرا ولكن الحاجة الايه؟ طب انا موجود خلاص. يعني الواحد لما يلاقي السيد المسيح ما يسيبوش ابدا، وكل ما الواحد يتقرب للسيد المسيح يكتر المحبة اكتر. خلي بالكم اصل في مشكلة عندنا، ان اصلا ساعات الواحد كده لما يقرب لربنا بيبقى عايز منه احتياجات، عايز منه اكل، عايز منه شرب، عايز يعمل له معجزه، عايز يكون معاه في حاجه الفلانيه وخلاص. لكن ربنا المحيط كل ما الواحد يتقابل معاه ويخش معاه يخش في علاقه حب قويه جدا. بسبب كبرياء سمعان لم يستفد من السيد المسيح، بسبب كبرياءه لم يستفد من السيد المسيح. بالتالي بيت سمعان الفريسي وبيت سمعان الأبرص، دخل برضه السيد المسيح بيت سمعان الأبرص، كان صديقا لمين؟ للعازر ومرثا ومريم. سكبت مريم أخت العازر ايه؟ الطيب على رأس ايه؟ السيد المسيح. هل احنا بنقدم لربنا حاجة؟ هل واحنا جايين الكنيسة نبقى مقدمين قلبنا؟ أنا مش عايز نقدم حاجة كتير، أنا عايز نقدم قلبنا ونقدم توبة لربنا، نقدم له حاجة نقف فيه معانا ونخليه معانا كده ونقول يا رب أنا بقدم لك قلبي، أنا بقدم لك ولادي إن هم يخدموك في كنيسة في مدارس الأحد زي الولاد اللي جايين دول وقاعدين كده. يا سلام لما واحد يكبر حتى ما يخش خايف عليهم، لأن التيار صعب قوي وتيار العالم بقى صعب جدا، فلازم إحنا نلتصق بربنا أكتر وأكتر. ليتنا نذكر طيب محبتنا على رأسه، طيب شكرنا، طيب خضوعنا، طيب طاعتنا لرب المجد يسوع المسيح. بيت زي ما قال أبونا كده، بيت لإيه؟ لعازر، وبيت مريم ومرثا. هنا يجد السيد المسيح إيه؟ راحته. البيت اللي كان بيستريح فيه في آخر أيامه على الأرض، ما كانش بيجد راحة غير فين؟ كان يخدم كل النهار في أورشليم ويذهب بالليل فين؟ بيت لعازر ومريم ومرثا. عايز أكون يكون قلبي ويكون بيتنا يكون مكان راحة ربنا. ساعات الزوج بيبقى مش عايز يخش البيت. ليه؟
لأن الست بتبقى في البيت صعبة جدا، وساعات بالعكس. ليه؟ لأن طلبات البيت بقت كتير قوي. أول ما الراجل يخش البيت الست تعمل إيه؟ عايزين وعايزين وعايزين وعايزين، بلاش عايزين. ابنك عمل، بنتك عملت، ابنك خلى، ابنك مش عارف إيه، يوه أنا تعبان جدا من الشغل ومانيش قادر. فخلي بالكم بما مرتاح برضه أكتر من البيت. أنا عايز أقول أنا البيت بتاعي يكون فيه السيد المسيح يجد راحة ولا لا؟ مش هو بقول لنا كده أنا سواقف على الباب إيه؟ أقرأ، مستنى أي حد يفتح. وافتحي لي يا حبيبتي لأن إيه؟ رأسي قد إيه؟ إيه؟ امتلأ من الطيب. يعني مستنى ربنا ومنتظر لنا. ويقول لك انا ايه انا بواقف دايما اقول لك ايه فتح سراعي وتعالوا الي ايه يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. السيد المسيح في قلوب كتيره قوي خاليه، فخلي بالكم ودايما يكون ربنا يكون موجود، هيكون القلب اللي هو موجود في ربنا هيكون خالي من كل حاجه وحشه. سيدنا البابا طوادرس قال ايه من الحاجه اللي الواحد بيتكلم بيها من فتره القلب يتكلم الايه اللسان. وزدت لما تتكلم اعرف قلبك اذا كان مليان محبه ولا مليان تواضع ولا مليان ولا هو جوه ساكن ربنا ولا اسف اقول يكون قلبك ساكن فيه الشيطان وبتتكلم كلام حقد وكلام ايه عداوه وكلام على كل الناس بكلام ايه صعب جدا. فخلي بالك قلبك يكون ساكنه مين. ايضا في بيت تاني، بيت مين؟ مريم ام ماري مرقس، مش كده؟ طبعا عارفين كلنا ان هو في القدس حاليا، مش كده؟ والبيت ده ساكن السيد المسيح وقعد فيه، عمل فيه حاجتين مهمين جدا. عمل فيه ايه عشان ما تناموش بس؟ ايه عمل فيه؟ ايه سر الافخارستيه اللي احنا بنعمله؟ عمل بس سر الافخارستيه؟ سهلت عليك الامور شويه. عمل فيه حاجه تانية؟ ظهر بعض الايام. ايه؟ غسل ارجل التلاميذ، غسل ارجل التلاميذ، مش كده؟ عمل فيه ايه؟ العشاء، العشاء الفصح، وعمل فيه الفصح الجديد، وعمل فيه ايه؟ غسيل الارجل. ما بين العشاء ايه؟ غسل ارجل التلاميذ اللي هو العشاء الاولاني اللي هو خرف الفصح، وبعد كده غسل أرجل التلاميذ، وبعد كده أسس سنة الايه الافخارستية. السيد المسيح حتى بعد ظهوره بعد الإياب زي ما قال ابونا مرقس كده ظهر للايه للتلاميذ وكان الأبواب ايه كانت الأبواب معلقة. انا عايز اقول ان هو قلبنا وبيتنا بيسكن المسيح ولا لا؟ علشان كده خلي بالكم ان هو ربنا بيجهز لك بيت تاني. لو كان بيتك اللي في الارض ساكن فيه ربنا وعايش فيه الخير وفي سلام وفي تواضع وفي محبه، تاكد ان انت بتجهز بيتك اللي في السماء. يمكن مش عارف حكيت لكم القصه دي بتاعت الراجل اللي كان عنده واحد فقير كده ساكن جنبيه كده، وكان راجل غلبان قوي وكان ماسك له البوابه وماسك له الحديقه، وكان بياخد ايه دينارين، دينار ياكل بيه ودينار ايه يدي للفقراء وكل حاجه. فكان الراجل يقول له يا راجل تصرف فلوسك على الناس الفقراء والناس المحتاجين؟ يقول له انا هعمل بالفلوس ايه؟ يقول له يا راجل حرام عليك اعمل لك فلوس للزمن. والراجل الغني يقول لك ايه حلم حلم كده ان هو ايه الراجل مات وقال بعد خد الملاك وطلع بيه للسماء، وبعدين ماشي بيه كده في السماء وهو ماشي لقى ايه بيوت. وبعدين قال له بيت مين ده؟ قال له ده بيت الرجل الفقير اللي عندك تحت ده. قال له القصر ده بتاعه؟ قال له يا سلام ده القصر ده بتاعه، طب ما اشوف انا بيتي هيكون شكله ايه. فراح ودع عند عشه صغيره كده ملهاش سقف ويا دوب حيطه كده ملهاش اي مكان، فبقول له هو ده بيتك. قال له ده بيتي ازاي؟ انا الرجل الغني اللي عندي اطيار وعندي املاك في الارض تجيبني في العشه دي، والراجل الفقير اللي عندي اللي بيشتغل عندي عامل له بيت. قال له حبيبي اللي انتوا بتجيبوه احنا بنبني بيه، لو جبتوا لنا خير بيبتدي في بيت ابي منازل كثيره،
خلي بالك احرص ان انت يكون ليك مكان عند ربنا. قول يا رب اعطيني يكون لي اسمي مكتوب في سفر الحياه. ربنا يعطينا نكون بيوتنا مليانه من الخير، يكون بيوتنا ساكن فيها السيد المسيح ما يطلعش منها ابدا، يكون مكان راحه رب المجد يسوع المسيح، لان كل مجد وكرامه الى الابد امين. Oh, Lord.
مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، كفوا بخوف الولادة وإلى الشرق انزلوا منصر. وعندما خلقنا وصيتك بالهواية الحية
سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. ألم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا طهارا بروحك القدوس. هذا الذي حب خاصة الذين في العالم وبذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. وجلس عن يمينك أيها الأب ورسم يوما للمجازاة، هذا الذي يظهر فيه اليدين المسكون بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله. يعطى لمغفرة الخطايا.
يا رب
Oh.
التي تطيقها وفي حين الحسن اسمع على حسن صلاح يا مطلق عملك بذي جسد إلا قلوبا فرحا ونعيما لكن أبعد أن تكون لك في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل وجسمك المبارك الذي دعي عليه
Oh.
الذين في القبور أنا ما لا يمكن حياة الأبدية ونفق في وجه المسيح القديسين وانصر الأبطال القاليان أكبر الروح القدوس من غفرتم لهم خطاياهم وغفرتهم ومن أمسكتموها عليهم ممسكات من أجل هذا نزلك يا سيدنا طاهرنا من كل رياء لكي كنا من ظاهرين نجرو بذلك الملائكة خوفنا أن نطبق الله إلى القدوس الذي في السماوات ونقول وقالوا
وسلم على رجل مسلم مقدس بيروت وعند عنا كلنا بالحقيقة بيؤمن أن له أجر مفارقة ودرسة معهدة ولا تفوت عين يعطى النقاص وغفران خطايا حياة نبدية لكل من يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة. Thank you.
Thank you.
Thank you.
يا رب العالمين